ورجعنا لحضراتكم من جديد. والحقيقة الفقرة دي بقى فقرة كده حلوة على قلبي. ليه؟ لأن هي عن فن الكروشيه. عموما أي فن الست ممكن تقوم به في البيت، أو الفن غذاء الروح، فما بالك بقى لو فن ممكن أي ست تقعد وهي قاعدة في وقت الفراغ، بدل ما تقعد تتكلم مع فلانة أو تقعد على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتضيع الوقت والصحة والمجهود وبتجيب مشاكل كتير جدا، ممكن تعمل حاجة في البيت مفيدة وممكن كمان تكون مصدر دخل ليها. بلاش مصدر دخل، ممكن تعمل لأولادها البلوفرات أو الكوفيات أو طاقية أو أي حاجة تدفيهم في الشتاء، بتكون أشكالها جميلة جدا وحاجة لطيفة جدا. هنتكلم أكتر عن الكروشيه وإزاي نعمل الحاجات الكروشيه من أستاذة أميرة أحمد، مصممة أعمال يدوية. تمام. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، منورانا وميرسي يا جماعة. أستاذة أميرة جابت لي بوكي ورد جميل قوي، أنا بشكرها عليه على الهواء. ربنا يخليكي، تسلم إيدك. حضرتك شكرا، ميرسي قوي. ربنا يخلي حضرتك. عايزه نتكلم ونقول لكل ست بيت ايه هو فن الكروشيه وازاي ابدا اشتغل كروشيه. اولا مش شرط ان انا لما اكون بحب ان اعمل كروشيه اكون بحبه في الاول. يعني انا ممكن مع ممارستي لو احبه، بس هو طبعا لما بتحبي شيء وتبداي من الاول بيكون طبعا الناتج بتاعك افضل بكتير. فبتبدعي فيه وفي نفس الوقت بيبقى في منتهى السلاسه والبساطه، بل بالعكس بيبقى موجود معاكي مرتبط بيكي في كل مكان انت بتروحيه، في اي مكان، في شنطتك تطلعي وتشتغلي في اي مكان. بيطلع طاقات سلبيه منك، بيخليكي تفكري اكتر او تنظمي تفكيرك. دي حقيقه، بدليل ان في مثلا بعض الابحاث قالت اثبتت ان بيطلع كل الطاقه السلبيه عن طريق حركه الايدين. يعني انا دلوقتي بعمل زي حركه كهرومغناطيسيه كده، كل الطاقات السلبيه في دماغي بقى من توتر من ضغوط الكلام ده كله مع حركه ايدي، لاني وانا بشتغله في نفس الوقت ايه بفكر فيه، فانا عايز اتابعه، ابدا اشوف مثلا الغرز بتاعتي صح في اي حاجه، فببدا اخرج من المود اللي انا فيه اللي هو اللي قلقني او تعبني لمود تاني خالص. بل بالعكس انا مستنيه اشوف الناتج بتاعي حلو قد ايه، ومستني اشوف رد فعل الناس اللي حواليا قد ايه. ففعلا بيدي احساس عالي جدا جدا وطاقه ايجابيه عاليه جدا. علشان ابدا ادخل مجال الكروشيه، ايه الادوات اللي انا محتاجها؟ اول حاجه محتاجه طبعا انواع الابر، بيبقى في الابر. هي الابر انواع؟ طبعا. وارقام، لان كل خيط له الابره بتاعته اللي تناسب له. يعني لما اجي مثلا اجيب خيط حرير مش هينفع اجيب له مثلا ابره تخينه بتاعه اصلا خيط مكرميه واشتغل بيه، طبعا الغرز بتبقى واسعه ومنظرها مش حلو، ما ينفعش. لكل شيء له شيء بتاعه. تمام. فبيبقى طبعا الابر بتاعته، انواع الخيوط بتاعته. الابر كم نوع او كم رقم، وايه اول حاجه او اسهل حاجه انا اقدر ابدا بيها؟ ممكن تبداي برقم زيرو وبابره الستانلس العاديه خالص، ودي ارخص حاجه موجوده في السوق. دي اللي هي بشتغل بيها الصوف العادي اللي هي الخيطه الصوف البسيطه الخفيفه. مش السميك. تمام. الابره اللي هي الزيرو بالظبط دي بتاعه البدايه. او برده 2.5 يعني ممكن يمشي بيه، بس بيبقى الابره نفسها ما بتبقاش بقى اللي هي السيلفر دي، بتبقى حاجه كده زي الميتاليك كده، بتبقى برده اسمك شويه، فبرده بتدي نفس الناتج. اخد قد ايه عشان اتعلم غرزه الكروشيه؟ مش شرط والله، ممكن في يوم واحد. سهله؟ ممكن عشان حضرتك عرفتي. طب اتعلمتي انت في قد ايه؟ انا اتعلمت وعلمت، فعشان كده بقول لحضرتك لاني بعلم ناس فبشوف الناتج بتاعهم. فالحمد لله رب العالمين. حتى لو انت مش حباه بس عايزه تتعلميه، ممكن في خلال يعني وقت بسيط جدا جدا جدا، بدليل ان انا في ناس كانت سبحان الله متعقده منه ومش قادره تتعلمه، لما قعدت وقعدنا اشتغلنا مع بعض حبته واتقنته بسرعه. بس هو بطيء، يعني مش زي التريكو ممكن تخلصي. بالعكس. اسهل. بالعكس، الكروشيه اسرع في شغله. والتريكو ليه؟ بدليل ان انا لو غلطت في غرزه واحده في الكروشيه سهل ان انا اصلحها بسرعه افكها، عكس التريكو لازم تفكي سطر كامل عشان تصلحي الغلطه اللي انت غلطتيها. دي حاجه. غير كده كمان الكروشيه سهل ان يكون معاكي في اي مكان. في غرز كتير للكروشيه او اشكال كتير، في اصول للغرز بتاعتي، ومن الاصول بقدر اطلع الموديلات او اطلع ايه الفروع التانية. يعني مثلا الاساسيات بتاعتي غرزه السلسله دي اللي هي البدايه خالص بتاعتي في الكروشيه.
السلسلة. وبعد كده في غرزة النص عمود وفي العمود وفي أشكال طبعا كتيرة. علشان أعمل كوفية أو بلوفر أو حاجة كوفية مثلا، إيه أسهل حاجة وأسرع طريقة ممكن أعمل بيها وتاخد مني وقت قد إيه؟ الكوفية ممكن تخلص في يوم. يوم؟ بالظبط. لو أنت مثلا قاعدة في النادي أو في طريق سفر، في رحلة أو في أي حاجة، لو خدتيها من اول ما لقيتهم بالظبط ساعتين ونص 3 ساعات، لو هنفرض ان انا في سفر، في ال3 ساعات دول لو انا قاعده معاهم مركزه في الكوفيه اخلصها، لانها مش هتاخد اي حاجه، وبالذات لو خد سميك. زمان يا استاذه اميره لو حضرتك تاخدي بالك كده، كنا بنشوف حتى في الافلام تمام الستات قاعدين يا اما بتشتغل كنفا، صح، يا اما بتشتغل كروشيه او تريكو، وشغالين بينتجوا او بيعملوا طول الوقت في وقت الفراغ. دلوقتي ما بقيناش نشوف ده خالص، فان حضرتك تفكري انك يعني تعتبر بترجعي حاجه تقريبا مش موجوده. ما هو لو الستات تعرف ان ده مش موضوع وقت فراغ، تعرف ان ده يعني الستات اللي هي من العائلات الارستقراطيه والهوانم هم اللي كانوا بيشتغلوا الشغل ده. بالظبط. فلو يفكروا بالمنظور ده هيرجعوا له تاني، لاني انا وانا بشتغله انا ما ببصلوش كشغل او كحرفه عايزه اخلصها، انا ببصله كحاجه ابداعيه، حاجه احساس بطلع فيه كل ما هو عندي من جمال. فلو هي بتفكر بالمنظور ده فعلا هتبدع فيه، مش مجرد شغله اكتر. بس في كتب او في فيديوهات او في حاجات ممكن اتعلم منها ازاي اعمل انا؟ ممكن اتعلم الغرزه تمام، بس ان انا اقفل بقى مثلا بلوفر او شراب لبيبي او الحاجات دي اكيد محتاجه تكنيك او محتاجه طريقه ان انا اشتغل بيها معينه. أيوة. في طريقه ممكن اتعلم بيها؟ في عند حضرتك طريقه ممكن تقوليها للستات؟ في فيديوهات وفي فعلا برضو وفي كتب وفي كورسات ناس بياخدوها، بس بتختلف من شخص لاخر. بمعنى في انسان بيبقى استيعابه عالي جدا جدا جدا، ممكن سهل جدا لمجرد انه شاف فيديو مشي معاه خطوه 2 3 الحمد لله اتقن الموضوع ده. في انسان تاني بيحتاج ايد مساعده. فانا اقول لهم ايه يعني، ابداوا بس البدايه وبعد كده انطلقوا بقى، شوفوا اكتر من فيديو فهتبدعوا بعد كده. حضرتك جايبه معاكي حاجات صور؟ بعت الصور هتنزل على الصور. ده مثلا ايوه ده مفرش متطعم بغرز من الكروشيه باشكال مختلفه وبدرجات الوان مختلفه، بيدينا الشكل الجمالي بالمنظر ده. ده حاجة حضرتك عاملاها؟ ده بيضاوي. أيوة. في برضو دي عبارة عن حلقات بتتحط فيها الفوط بتاع السفرة عشان تتحط بشكل جمالي على ترابيزة السفرة لما بيكون عندي أي ضيفة بشكل جمالي جدا. يعني دي وردة حلقة كده بتدخل حلقة في الفوطة، بلاستيك مدورة وبشتغل عليها بالخيوط داير ما يدور، وفي نفس الوقت كمان ببدأ أعمل وردة خارجية وأضيفها وأجمعها بيها بالخيط. الوردة دي كروشيه برضو؟ كروشيه، كل ده كله كروشيه. كل ده كروشيه. تمام. دي معلقة بتتحط، ممكن تتحط ورا باب الحمام او ورا باب الاولاد في الاوضة، يحطوا فيها الادوات بتاعتهم بحيث انها تتجمع فيها. ممكن استخدمها كمعلقة احط فيها شروبات علشان ما توش منهم، ممكن احط فيها الادوات المدرسية بتاعتهم، ممكن احط فيها الادوات الخاصة برضو بيهم، فبتبقى ايه الحاجة دي خاصة بيهم. تمام، حلوة دي وعملية جدا يعني. برضو الكروشيه بيدخل في الاكسسوارات. دي برضو عبارة عن حلقات بمقاسات مختلفة، واشتغلنا عليها بالكروشيه وعملنا وردة وفي الآخر بقت بالمنظر ده. بس مش كتير كنا بنشوف الاكسسوارات بالكروشيه، يعني ما بنشوفهاش خالص. هو مش أي حد بيحبها ويحب يتقنها. يعني على حسب اللي بيتقنها ويطلعها. بس هي ممكن تتطعم بقى كمان، يعني الكليه اللي هو الورد ده ممكن يتطعم باحجار كريمه وممكن يتطعم كمان بسيلفر او بحاجات كده عشان يعني يبان جماله اكتر او يزيد في قيمته. تمام. والميزه كمان فيه ان ده لا هيبقى مثلا زي الاكسسوارات العاديه اللي بتقدم او لونها بيتغير او ممكن تتقطع. لا بالعكس، ده ممكن تعيش معاك سنين وبتتغسل. طبعا. وتلبسيها تاني فترجع كانها جديده تاني. واللي فات نشوف اللي فات يا استاذ مؤمن بعد اذنك. ايوه ده ايه بقى؟ ده عقد. ايوه ده عباره عن كور معموله يعني من الكروشيه محشيه فايبر كده او فوم بالشكل ده عشان يديني الشكل اللي هو البيضاوي او المدور ده، بحيث يديني حشو وشكل جمال يتحط ايه بالمنظر ده. ده اكسسوار برضه. كليه طويل بقى. بالزبط. تاني صغير وده طويل. تمام. صوره كمان. دي شنطه عباره عن مجموعه موتيفات مربعه اتعمل بيها، اتجمعت مع بعض وادتني شكل الشنطه، شكل الجمال اللي قدام حضرتك دلوقتي. فعلا حلو قوي.
وبرده جميله انها عمليه، ممكن تغسليها وتستخدميها تاني، مش هتتقطع بقى، مش الجلد بتاعها يبوظ. ممكن للنادي بالظبط، يعني البنات الصغيرين يستخدموا الحاجات دي، عمليه كتير. جدا عمليه جدا ليهم، دروس والحاجات دي تبقى بالظبط. ده بالنسبه لنا عباره عن معلقه برده بتحط في الحمام، بتحط في قلبها بكر المناديل والباسكت من تحتيها. ايوه دي بقى لمة صغيره، او شنطه ميك اب تكون صغيره تحط في اي شنطه انا محتاجاها، برده بشكل جمالي وبسيط وفي نفس الوقت عمليه جدا جدا، ممكن الاطفال يستخدموها في ايلام ادواتهم الشخصيه. بدأتي تطوري من الـ من الـ من الفن ده، ما هو ده جمال الكروشيه كده. بالظبط، وانك تعملي منه حاجات عمليه موجوده دلوقتي، يعني ما كانتش بتتعمل زمان بس بقت موجوده. ما هو ده بقى اللي احنا بنقول، كل ما بتحبي الشيء بتبدعي فيه فبتطلعي احلى فيه. حضرتك بقى بتبيعي الحاجات دي؟ انا بعلمها. بتعلميها؟ بالظبط، انا بعلم. يعني الاول كنت في معرض كنت عملته بالادوات دي، بس دلوقتي بقيت كمان حابه ان اعلم السيدات اللي ما تعرفش تستخدم الحاجات دي كلها. حابه اخليها تطلع كل احلى ما عندها، انها تطلعها بالشكل الجمالي ده. بتاخدي وقت قد ايه في ان انت تعلميهم وان هم يقدروا بقى تدي لهم مجالات؟ يعني احنا شايفين الصور حاجات جميله جدا وحاجات ممكن ما تكونش مكلفه. بالظبط، وعمليه، يعني ممكن تقعد معاها وقت طويل. لو السوسته باظت هتخيطها. صح. لو حصل فيها مشكله هتتظبط، غير الحاجات اللي بتتقطع على طول وخلاص بتترمي. صح، دي وكمان الهاند ميد غالي جدا. بالظبط، يعني ليه قيمته. بتعلميها ده في قد ايه؟ هنتكلم نكون بصدق مع بعض، كل ما يكون طبعا الست استيعابها اعلى. مش عايزه اقول لحضرتك ممكن في 3 حصص تبدا تشتغل، لان مجرد ما قرت الباترون الخاص بالكروشيه تقدر تطلع اي حاجه تتخيليها ولا تتخيليها. طيب قلتي الباترون، تمام. الخياطه ليها باترون هتمشي عليه، فالديزاين هتعملي. الصور بتاعت الكروشيه ملهاش هي لا في وفي يعني في بيبقى في باترون؟ طبعا، بس الفرق بين باترون التفصيل وباترون الكروشيه ان باترون التفصيل حضرتك انت اللي بتعمليه بايديكي، لو انت طبعا متقنه انك تقدري تعملي باترون، مش شاري باترون جاهز. عكس بقى الكروشيه، الكروشيه انت بتعمليه، هي عباره بتبقى مجلات او كتب فيها باترونات جاهزه بناء عليه، هو ده اللي انا بشتغل بيه. فبيطلع احلى ما عندي في كل حاجه بتتخيليه. تمام. الحاجه ممكن يكون ثمنها كام تقريبا؟ يعني حاجه زي ال 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 العلاقه دي اللي بتتحط في الباب مثلا من ورا بتاعه الاطفال، تمام، اللي بيحطوا فيها الادوات بتاعتهم اللي هي الطويله. ايوه دي ممكن تتكلف تتعمل في قد ايه الاول، وتبقى ثمنها كام تقريبا؟ على حسب نوع الخيط بتاعي. لو انا جايبه خيط رخيص جدا جدا ممكن استخدم خيط رخيص قوي. انا عايزه الافرج المتوسط. تمام. يعني لو بالظبط ممكن تكلف حضرتك حوالي 100 جنيه 100 جنيه بس وطلعي منها احلى ما شفتي يعني، واكتر كمان. فعشان كده بقول لحضرتك وتاخد مني وقت جمالي. كتير ولا وقت قليل؟ يعني سهل ان انا لو لسه مبتدئه اعملها؟ لان مجرد ما انت عرفتي يعني مثلا هو عباره عن ايه دلوقتي، المعلقه دي عباره عن انها مجموعه موتيفات او قطع متجمعه مع بعض، فعشان هي متجمعه مع بعض. بقى بالابره العاديه ولا بتتجمع بابره الكروشيه؟ بابره الكروشيه، بغرز من الكروشيه. يعني ايه الغرزه اللي بتتجمعوا مع بعض؟ الغرزه المنزلقه او غرزه الحشو اللي هي ابسط انواع الغرز، هي دي اللي بتجمع وبتطلع لي الشغل اللي قدامي ده. انا ما بستخدمش الابره والخيط غير قليل جدا جدا، لما يكون مثلا في البلوفرات، وفي بعض الاحيان كمان يعني تقفيل الجناب. بكون مثلا عايزه اعملها، ممكن اعملها بخيط وابره من الكروشيه، وساعات يعني بابره يعني ابره عاديه يعني بخيطها، وساعات ممكن من نفس غرزه الكروشيه برده ونفس الابره الكروشيه بعمل لها غرزه برده حشو او غرزه منزلقه تديني الشكل ده. وتقفل الشغل بتاعي. اللي هي طب الصوره دي ايه؟ دي عباره عن مجموعه وردات وحدات لوحدها. لو انا عندي عبايه او عندي فستان وقدم بالنسبه لي وبقى خلاص يعني بقى له سنين، حابه ان انا ارجع له بشكل جمالي مبهج تاني، فممكن اضيف له بعض الوحدات الوردات دي واطعمها باشكال مختلفه او اوزعها في اماكن مختلفه، ترجع تديني جمال وشكل جديد كاني لسه شاريها. علشان تحطيها بقى تجددي بيها اللبس اللي اوريدي عندك. بالظبط. الافكار حلوه. الصوره دي ده عباره عن اهو، ده بقى الباترون اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو فرع الشجره الصغير ده. ده باترون للفرع الايه اللي قدامي ده. طب الفرع ده انا بستخدمه في ايه؟ برده ممكن احطه على وحده فستان او عبايه، او ممكن استخدمه واحطه في البيت في قلب مثلا فازه ورد.
او اعمل مثلا لو عملت باسكت، يعني انا ممكن يكون عندي اي باسكت قديم واشتغل عليه بالكروشيه من فوق بكفر خارجي وبيتحط بيتغسل في الغساله واطعمه ببعض الوحدات الفروع الشجر دي. يتغسل في الغساله لونه ما يروحش؟ ما هو ايه بقى اللي الابره الخيطه نفسها بتاعته ما تفكش من بعض كده؟ ما هو ايه بقى اللي ممكن يتغسل وايه ممكن ما يتغسلش في الغساله؟ يعني مثلا ايه شغل مكرميه اغسله في الغساله. لسه بيتعمل المكرميه ده؟ ما هو الخيط نفسه بتاع المكرميه. وفي طبعا مكرميات بتتعمل بس باشكال جميله دلوقتي برضو. خيط المكرميه زمان المكرميه دي موضه جامده جدا وبدات ترجع تاني تدريجيا موجوده. ما هو بدايه لحضرتك لو حضرتك كنت خدتي بالك العقد معمول من حلقات كان بيتعمل منها المكرميه. فهي دي الحاجات اللي احنا بنرجع نعمل ايه زي ريسايكل تاني. ده بقى عباره عن مجموعه موتيفات او مربعات باشكال متداخله بالوان متداخله اتجمعت مع بعضها وادتني الباسكت الصغير ده. ده بحط فيه ايه الفوط الخاصه في الحمام. ممكن احطها كده في قلبيها فتديني شكل جميل حلو. حلوه قوي الافكار والالوان كمان حلوه ومبهجه. دي شنطه خروج ممكن استخدمها للصبح ولبعض الدور. عباره عن برضو جزء منها مجموعه مربعات من الوان مختلفه والباقي كله شكل بلون واحد. يعني هي ممكن نعمل اجزاء كل جزء لوحده وبعدين نبدا نجمعهم. ما هي المربعات بتبقى كده. طب احنا دلوقتي شايفين الشنطه اللي قدامنا دي. الشنطه دي احنا ممكن تكون عندي شنطه قديمه في البيت واعمل لها كفر بالمنظر ده واركبها عليه. فارجع جددت الشيء اللي انا ايه شنطه عايزه عليا بس للاسف جلدها مثلا اتقشر او في اي حاجه بالزبط. لا اعمل لها كفر تاني وممكن البسها عليه ويبقى بالمنظر الجمال اللي حضرتك شايفاه ده. ممكن شنطه واحده نعمل لها كذا كفر بحيث ان هي تبقى كذا شنطه. ممكن فاهمه قصدي؟ يعني طبعاً. ممكن نغير الالوان نغير الديزاين مش عارف ايه لكن يعني هي من جوه هي واحده. الماتيريال واحد اللي هو من جوه. لكن انا حابه ان انا اغيرها حابه ان انا بتكاليف اقل بالزبط. اطور منها ده ممكن اكيد. ما انا عشان كده بقول للناس ايه الكروشيه او مش شرط ان انا اجيب له خيط غالي. انا ممكن بابسط الامكانيات ممكن ببواقي خيوط. انا مثلا بشتغل مجموعه حاجات عملت مثلا كذا كوفيه عملت بلوفرات لاولادي عملت حاجات فتبقى من كل حاجه بعض الخيوط. الخيوط دي بجمعها واعمل بيها حاجات بعض الوحدات الملونه دي واعمل منها اي حاجه ممكن اعمل منها ايه وردات وتحط في الزهريه عندي. ممكن اعمل منها حاجات لباسكت زي بقول حضرتك باسكت قديم بقى موجود. فن الكروشيه دلوقتي بدا يرجع. هو في فتره اختفى يعني كان زمان بيعلموه في المدارس. انا اتعلمته في المدرسه تمام. وامي كانت استاذه كروشيه بس دلوقتي ما بقتش تحب تعمل بس هي بتحبه يعني فانا عارفاه وبتكلم معاكي. انا عارفه وعارفه المكرميه وعارفه الحاجات وكانت بتعملي الحقيقه بلوفرات جميله جدا يعني. كويسه شهاده حق. ايوه طبعا ربنا يخليها لي يا رب. بس ما فتره طويله بقى مش موجود. ايوه يعني مش موجود ده خالص بس رجع دلوقتي بشكل غير طبيعي. رجع كل السيدات بتعمله. يعني في بعض المحلات انا ممكن انزل عشان اجيب الخيوط بتاعتي فيها. مش عايزه اقول لحضرتك بلاقي كام وبالذات في دخول الشتاء من قبل الشتاء مثلا. يعني اي واحده مثلا بتفكر انها تعمل بلوفرات لاولادها مش هتستنى لما الشتاء يدخل عشان تعملها. بالظبط. لا بتنزل من قبلها بشهرين ثلاثه يعني مثلا من نص الصيف تبدا تجيب الخيوط بتاعتها. حتى بيكون اسعار الخيوط ساعتها اقل شويه الخامه السعر نفسه فبتجيبها وتبدا تشتغل بيها بحيث ان على اول الشتاء تلاقي. فلو في لا في ناس بقى مع اول الشتاء بتنزل تجيب عشان تعمل كوفيات. مش عايزه اقول لحضرتك بيبقى ساعات المحل بيبقى زحمه لدرجه ما اعرفش ادخل فيه من كتر ما الستات بتجيب دلوقتي وتشتغل. بدات الستات عندها وعي وده اجمل شيء بجد بسطني انها بدات تدور على كل ما هو يقدر يجدد من حياتها وتعمله. في بعض السيدات مش في دماغها الموضوع ده وفي نفس الوقت هو اقتصادي جداً. يعني هو انت لو نفس البلوفر او نفس الحاجه او الشنطه دي لو هتشتريها صح هتكون بكام؟ صح. وهتكون عامله ازاي؟ اولا مش هتكون نفس الماتيريال ونفس الدقه ومش هتكون مش هتكوني فخوره ان دي من عمل ايدك. اجمل كلمه حضرتك يعني من اجمل الكلام اللي سمعته فعلا جدا جدا الكلمه دي. ودي اللي انا فعلا دايما بقولها للبنات اكتر من السيدات. ايه اللي بيخليكي بتختلفي انت عن غيرك؟ لو مثلا كنت اقول مثلا مجموعه بنات لما بيجوا بيتعلموا اقول لهم تخيلوا ان انتوا موجودين في قلب مكان. المكان ده او في عماره مثلا في العماره فيها مثلا 3 4 شقق كلهم جايبين حاجات من بره زي بعض. ايه اللي بيخليكي تختلفي عن بقيه الناس؟ ان انت عامله حاجه من عمايل ايديكي مش كلهم عندهم ده. فده يديكي فخر واعتزاز بنفسك وبعمل ايدك وهي وان بيس يعني هي قطعه واحده بتاعتك.
انت بس بالظبط، يعني عمرك ما هتلاقي حد لابس زيها بالظبط كده، او ماسك زيها، او ابنك عامل زيها، او حتى لما يتقال له انت دي جميله جدا ده مامي اللي عاملاها، دي لوحدها اسعد حاجه للولد او البنت. ودي فعلا انا لمستها في بنتي لما كنت احب اعمل لها حاجه من الكروشيه، وكانت فعلا لما تروح المدرسه او قدام اي حد وتقول ده من عمل ايد ماما، فقد ايه كانت بتبقى سعيده. يعني مثلا في كفر للمصحف بعمله لها، في المقلمه بتاعتها، كان ما يبقى لبس المدرسه له معين ويتعمل معاها شنطه كروس صغيره تحط فيها فلوسها، مفاتيحها، تحط فيها الجراب ازازه الميه بتاعتها، حاجه خاصه بيها، فبتبقى قد ايه هي فخوره بده. فده فعلا اتمنى ان فعلا كل الامهات، وبسعد جدا جدا من كل ام بتفكر انها تعلم بنتها ده من بدري. هتلاقي انتاج جميل جدا جدا بعد كده لما تكبر، وممكن تعمل بعد كده مشروع خاص بيها. يبقى ليه ما يبقاش الوعي ده موجود من بدري. عايز اسالك، بما انه بنتكلم على مشروع دلوقتي، كل ست عايزه ان هي ممكن تساعد في مصروف البيت، تعمل حاجه بتحبها، تطلع طاقتها، هي الحقيقه يعني ليها مزايا كتير. تمام، يعني ليها مزايا كتير. تقولي ايه لكل ست بتقول انا نفسي اعمل حاجه كده بس مش عارفه؟ لا، اشجعها واقول لها اقعدي فكري مع نفسك وشوفي انت اي شيء تقدري لما تبداي فيه هتبدعي فيه. ما انا ممكن اتعلم شيء بس عشان خاطر ان انا ايه امشي اموري، طب وبعد كده ما هيجي عليك وقت تستوقفي لانك هتملي منه. انما اقعدي دايما زي اللي بيدور بالظبط، زي ما الام بتيجي تدور في ولادها ايه الموهبه اللي بيحبوها فبتنميها. انت ابحثي جواكي، جوا كل انسانه في موهبه وفي حاجه بتحبها، بس هي المشكله انها تلاقيها وتحط ايدي عليها. لاقيها وان شاء الله، ان شاء الله باذن الله رب العالمين هتبدعي فيها وتطلعي فيها احلى ما عندك، وتتميزي بيها في وسط مجموعه صحبه السيدات او البنات اللي حواليك. فده معاك. شايفه اقبال كتير من السيدات عشان يتعلموا عندك؟ يعني حضرتك حاله بتعلمي السيدات، بتعلمي البنات ان هم يعملوا حاجه كده، شايفه في اقبال مقارنه بقبل كده ولا؟ وشايفه وعي في الموضوع ده كتير جدا جدا الحمد لله رب العالمين. يعني انا فعلا الحمد لله مش عايزه اقول حضرتك بنسبه 80% او 90% فعلا لقيت ستات وبنات كتير جدا يقول لك احنا عايزين نتعلم الشغل اليدوي. من كل ما يعني من كل ما هو بتعلمي يدوي. كروشيه بس ولا لا؟ كروشيه وفي خرز وفي كمان باتش وورك وشغل خياميه وفي اللي هو الخواتم اللي هي بالسلك. شغل الخياميه ده الوانه بقى بالظبط جميله، فكل ده في خيط وابره. مجرد الخيط والابره ملمسها او الواناتها او الكلام ده كله وتبداي تشتغلي بيها، وبس فعلا بتديكي صبر، بتخليكي يعني تقدري على ضغوطات الحياه. يعني كل اللي بيحصل حواليكي بتلاقي نفسك هاديه بتتقبل الامور، عكس الام اللي ما فيش في ايديها حاجه بتعملها، فدايما ايه، يا اما ماسكه الموبايل يا اما دايما قاعده عماله تتخانق مع دي ماسكه الموبايل تشوف فيه اخبار تعصبها برضو. اخبار بتنرفزها برضو. لا بفرح فعلا وبسعد جدا 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 بجد من كل ما اي انسانه بتفكر ان هي تبدع، تطلع من انامل ايديها الذهبيه كل ما هو جميل، تدخل السعاده والسرور على اهل بيتها وعلى نفسها. ما انت حقك على نفسك، على قد ما انت بتتعبي طول اليوم في البيت، على قد ما انت لازم اخر النهار تلاقي نفسك تطلعي حاجه جميله ترضيكي انت قبل ما ترضي اي حد تاني. انت فين؟ لازم تسالي السؤال ده. في راجل ممكن يتعلم الكروشيه او ده. عمل يدوي؟ انا مش عايزه اقول لحضرتك، في اوروبا، في مكان في اوروبا، في ميدان اسمه زي ميدان نافوره كده، كل يوم تلات او كل يوم حد بيتجمعوا فيه من اشيك الرجال بالبدل، ويقعدوا يعني زي مكان مثلا بيقول في مكان ممكن يتجمعوا فيه الموسيقيين يعزفوا مثلا نغمات معينه. لا، في مكان هناك بيتجمعوا يا اما حد يا اما تلات ببدل في منتهى الشياكه، قاعدين صف حوالي 20 راجل ماسكين الكروشيه وبيبدعوا، والناس بتعدي وبيشتغلوا كروشيه، والناس بتعدي من جنبه فرحانه بيهم وسعيده بيهم جدا جدا. موجودين جدا جدا على الفيسبوك، يعني لو بحثي عنهم هتلاقيهم بجد قد ايه اسعدني ده. بس هنا في مصر ما فيش حد بيفكر يتعلم؟ لا موجود، انا ما بنزل بنزل بجيب مثلا خيوط ليا، مفاجأة ان في بعض الرجال موجودين هناك، حتى صاحب المحل بيقول لهم انت مثلا بتجيب للمدام، طب للمدام لا انا اللي بشتغل بجد. اصل ايه اللي يسيء له؟ لا مش اساءه، يعني قصدي ان هي اتعودنا بس اتعودنا اننا نشوف الست هي اللي بتشتغل، محتاجه صبر، محتاجه طوله بال، محتاجه فن شويه، فالراجل بيبعد. هقول لحضرتك الحاجه، اتعلمها ازاي بقى؟ شاف والدته رحمه الله عليها، او لو هي موجوده، او شاف جدته كانت بتشتغله، فعشان وهو صغير شاف وهي بتشتغله، اللي حصل بدا يحبه
فلما احبه بدأ بعد كده يقول لك ايه، طب ليه مع الظروف الماديه مثلا شغل اللي هو بيشتغله مش مكفي، فبدا يعمل حاجات وزوجته بتبيعها له، هو بيبيعها بينزل بيها معارض. فبقى الموضوع فعلا فعلا في منتهى الجمال وفي ابداع عالي جدا جدا جدا. بس ما بيسيئش له، يعني ما فيش حاجه تسيء تقول ايه طب ما في ترزي رجالي، ايه الفرق بينه وبين الواحد بيشتغل كروشيه مش عارف، وفي شغل خياميه رجالي فعلا موجود في ميدان في شارع الخياميه. كل اللي موجودين هناك رجال بيعملوا حاجات جميله بشغل الخياميه. فايه الفرق ده؟ اتعودنا نشوف الكروشيه تحديدا والكنافه ستات، لا ده في رجال وبيطلعوا ما فيش كنافه دلوقتي جداً. صح موجود، لا موجود في كنافه، وبالعكس كمان ده يمكن الكنافه دلوقتي مش عايز اقول لحضرتك كمان بيستخدم دلوقتي في مفارش السفره طبعا، وفي قلب كمان لا بشكل كمان اجمل من الاول كمان، بيشتغل دلوقتي في مفارش السفره وفي المناديل اللي بتتحط طبعا على الايه على السفره، او في السراير في بيتحط مثلا على الخداريات بيتعمل عليها مثلا لو عروسه والدتها بتعمل حرفها وحرف اسم العريس اول حرف منها. الله يعني لا فعلا فعلا حلوة. الناس هنا عندنا في مصر لان اصلا احنا بلد الفن بنستسهل، يعني ايه بنستسهل ان احنا نجيبه جاهز وخلاص. في بعض مننا الفئات دي او في ناس بتقول لك ايه، وعلى حسب بقى احنا جالنا فتره من الزمن ان كل شغل يدوي لا لا عيب بيسيء لينا، ده فكر وجالنا نجيبه سوري حضرتك لا بقى في دلوقتي شغل مصري، مش طبعا مش اساءه طبعا للسوريين، لا مش قصدي قصدي ان احنا بقينا نستسهل نروح شارينه جاهز سوري يقول لك سوري وعامل. طب اقول لحضرتك حاجه، لو انت امكانياتك بقى مش مساعده تشتريه الغالي ده سوري هتعملي ايه؟ المفروض اعمله بالظبط، او المفروض اشوف حد بيعمله على الاقل اذا انا مش عارفه او مش قادره اتعلم او ما عنديش وقت ان انا اتعلم. ما هو بقى ده اللي بقى يحصل. بقى في ستات كتيره للظروف الماديه اللي بيقابلوها بقى تقول لك ايه، طب ليه طب ما انزل اشتري واتعلم، او انزل اعمل، او اتفرج على نت مثلا على حاجه معينه. خالي شجعتيني انا، طب تعالي وانا اعلمك. لا خلاص وعد وعد ان شاء الله تشرفيني وتنوريني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فالكروشيه في كل حاجه، حتى المج اللي قدام حضرتك ده ممكن تعملي له كفر وتغيري من الالوان بتاعته، كل ما تيجي تشربيه حتى تلاقي دايما احساس جميل بالواناته الجميله كلها، يفتح نفسك. والله افكار حلوه ومبهجه، وحاسه حضرتك كده متصالحه مع نفسك مبسوطه وراضيه الحمد لله. كل ده الحاجات اليدويه بتطلع طاقات انا عارفه كتير، لكن هي الحقيقه ما بقتش موجوده وما بقاش سيدات كتير بيقبلوا عليها. بس والله ده اللي احنا رغم ان قيمتها كبيره قوي جدا، بس ده اللي احنا بقى بنحاول نعمله. يعني احنا حتى بنحاول، هم حتى مش بيتعلموا معايا، بحاول اعمل لهم نوع من انواع الارشاد، اتكلم معاهم احببهم في الموضوع ده، او ابدا اوريهم اللي انا عاملاه عشان يحبوه. يعني لما يكون طبق الفاكهه من الكروشيه وتعملي الموزايه من الكروشيه والبرتقانايه من الكروشيه وعنقود العنب من الكروشيه، فعلا طبق فاكهه معمول كله من الكروشيه. بس سهل بقى كمان انك حضرتك بتغسليه وبترجعي التاني ايه تستخدميه. بس زي ما بقول لحضرتك في حاجات تتغسل في الغساله، وفي حاجات الخيوط الخفيفه زي الحرير والاقطان يفضل طبعا ما يغسلهاش كده، وليها غسيل خاص. يعني بنقعها في شويه ما يبقى اي مسحوق بسيط والوانات طبعا كل حاجه اللي خاصه بالالوان بتاعتها، واما باخدها ما بحطهاش مباشره على حبل الغسيل، لا اسيبها تصفي شويه وبعد كده بقوم جايباها وفرداها بشكل جمالي بسيط، علشان كل ما انت بتعامليها باساءه بتبهدليها وبتفقدي قيمتها الجماليه، وبالذات لو الخيط بتاعها كمان قيمته عاليه. بالظبط، فليه انا اتعامل معاك كاني بتعامل معاك؟ المفروض ان الحاجات دي كل ما بتقدم كمان قيمتها بتزيد ورونقها بتبقى اقيم. ده انا مش عايزه اقول لحضرتك، يعني ده كان في حد اعرفه عمل فستان، جزء من فستان فرح بكروشيه، وكان ده كان قديم يعني كان من زمان، وهدته بعد كده لبنتها، فكان شيء جميل جدا جدا. طبعاً وما تلاقيش دلوقتي اصلا الموضوع ده، وكان سعره عالي الحقيقه. يا استاذه اميره نورتيني وشرفتيني، ومعلومات مفيده جدا لكل ست، وطاقه ايجابيه الحقيقه. استاذه اميره بتشع طاقه ايجابيه. استاذه اميره احمد مصممه اعمال يدويه، نورتيني وشرفتيني، شكرا لحضرتك. سعيده بوجودي مع حضرتك والله، وبالبكرو العمل كله، وفعلا فعلا انا سعيده بوجودي هنا. بعد الفاصل وبعد الأعمال اليدوية والطاقات الإيجابية هنكمل في ساعة صبحية، ولكن بعد الفاصل استنونا.